انتم في الاستماع لميد راديو الاذاعه القريبه منكم، برنامج بكل وضوح دائما رفقه الكاتب والباحث فتح لي نفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. اهلا بروفيسور. مرحبا سناء، بارك الله فيك. اليوم غادي نتكلموا على نفسيه الفتاه اللي ربما كبرت في السن وما تزوجات ومازال كتعيش مع الاسره ديالها، يعني كتبغي تحكم وكتنتقد في كل الامور سواء ديال الاخوه ولا ديال الاسره، يعني كيلقاو معها صعوبه كبيره في التعامل لانه كتبدا تنكد عليهم وكتحرمهم من ديك الطمانينه داخل الاسره. فبروفيسور كيفاش تفسر هذا التعامل ديال هذه الفتاة؟ واش هو غيرة ولا اضطراب نفسي؟ بسم الله الذي أسس لكل شيء صفة ومقال ومآل. لا ديمونسيون انستيتيوشنيل. كيظن العديد بأنها بدأت مع روما، لأن الإمبراطورية الرومانية قامت على القانون، هي أول دولة كتقوم على تأسيس مؤسسات بالقانون. ومعروف في تاريخ الحضارات لو دووا رومان، ولكن راه المؤسسة راه نوعان، راه إدارة كتسير شؤون الناس، الأخذ ضرائب، الوضع أحكام بين نزاعات، ومؤسسة بسم الله اللي غادي يوضعها الإسلام ويجيبها النبي صلى الله عليه وسلم. مؤسسة بسم الله سي لا ديمونسيون دو ريبريزونتاسيون انكارني دون لو ديسكور. الحضارة الوحيدة اللي جات بها واستفدوا منها العديد من الحضارات وصبحت كتبخس من عند المسلمين انفسهم. لا ديمونسيون انستيتيوشنال انكارني. الدوله العثمانيه فين تقبلت الورقه؟ وهنا فين كنختلفوا حنا مع الاتراك. العرب الحقاق الحرار يعرفون بان المؤسسه الحقيقيه هو الإنسان، فبناو على الفضيلة وبناو على العرف. هاد الفضيلة والعرف أي إنسان يصبح مؤسسة، فما يحتاج تلبس واحد اللباس معين. العثمانيون في هذاك الوقت كانوا قنوا اللباس، لباس الطبيب، لباس المحامي، لباس كذا وكذا، فكان كيعرف يتعرف الوظيف من العمامة الشخص، من اللباس ديال الشخص، من الحزام ديال الشخص. العرب الحرار ماشي الأعراب ما عندهمش هاد المآل الخارجي، لا يهتمون. كن ابن من شئت وتعلم أدبا، عندهم القاعدة هذه. ثم غيجي الاسلام وغادي يقول لهم في هذا البناء الفكري اللي بديتوه غادي يعطيهم العنعنه والسند، غادي يربط هذاك الحبل اللي كان مقطع، وراه كان حبل متصل ولكن تقطع، غادي يعاود يربطه. النبي صلى الله عليه وسلم غادي يعاود يربطه. شنو علاقه هادشي اللي كنقول مع هذا الموضوع اليوم؟ لان اصبح المجتمع المغربي والمجتمع العربي والإسلامي كامل في الحقرة، ناس حقارة، فعائلة كتسمي راسها عائلة مسلمة محافظة طيبة في الأخلاق، بناتها ولادها تزوجوا وبقى واحد الولد منهم أو واحد البنت حاصل في الدار، ما نجحش في قرايته ولا قرا شوية، ما استطاعش يتزوج أو ما استطاعش يتزوج وما دارتش الفلوس، والخوت والخواتات كلهم نجحوا في قرايتهم وفي خدمتهم، وولاد فلان وفلان. فشنا هي لا ديمونسيون دو ريبريزونطاسيون بارانوياك؟ وشنا هي لا ديمونسيون دو ريبريزونطاسيون جينيال؟ احنا مجتمع اصبحنا كنجعلوا ناس يوليو بارانوياك. البارانوياك هو اللي كيعنعن من نفسه بدون سند خارجي. كيعنعن انا كنمثل الدار،
فتيوليو ناس كيمشيو لدارهم باهم السبت والحد وكيلقاو هذيك اختهم اللي ما مزوجاش ما نجحاش وتتغوط على ولادهم وتبغي تربيهم لهم وتقول لهم ما مربيش ولادكم وتخسر عليهم الجلسه وتنكد عليهم الجلسه ولا داروا شي حاجه ما تشروش معها الدخول وتحشر راسها في الموضوع شنو تيقولوا مسطيا ديك الساعه اش دارت هي قحموها الاقحام قحموها بزاف في البارانويا البارانويا راه ما هياش ترجمه ديال الوسواس القهري الله يخليكم الوسواس القهري من الاعراض ديال البارانويا اما البارانويا هو تموقع كي موقع الشخص نفسه كسند ولاد لمرجعيه فكريه هو مسكين ليس بمرجعيه ولكن تيفرض نفسه فهاد السيده هادي كتفرض نفسها كتصرف بلاصه امها تصرف بلاصه باها وتغوت وتدير مفعول فيه ولا فاعل هنا اشنو هي النيابيه لا بلاص دو ريبريزونتي كلكان دوتر النيابيه نوب على النيابيه راه كاينه النيابيه الفعليه اللي في المؤسسه وفي الاداره وكاينه النيابيه الروحيه دابا حنا تنوبوا على النبي صلى الله عليه وسلم عطانا شي سند كتبنا شي ورقه مشينا سجلناها في شي محافظه العنعنه انت من به امنت بالله وبرسوله محمد كتامن بالله وبرسوله خديتي العنعنه وانت تمشي على المنهج ديالو والمنهج ديال الصحابه والتابعين وتستشر العلماء ترق كتكونش بارانوياك تخيل واحد كينصب راسو امير جماعه كيتلاقاو واحد فيهم تيكون قاري شويه وعنده واحد الحياه شويه طويله وعنده واحد العبايه شويه طويله وتيفسر شويه القران وكيفسر شويه الحديث تينصبوه امير وصافي كيعنعن بارانوياك علاش لانه ما عندوش في الرقبه ديالو بيعه احنا مسلمين نبايع تنبايعوا مجلس علمي كنعترفوا به هو اللي كيعطي المنهجيه ديال المذهب المالكي كنعترفوا اماره المؤمنين كنعترفوا عندنا البيعه فاللي خرج على السند بالنسبه لواحد الجماعه راه فالابل راه صحيح ولكن بالنسبه للمنهج الكبير راه اصبح بارانوياك دابا كذلك في العائله هذه الفتاه ملي تتنصب راسها هي اللي كتصرف في امور الدار لان باقا ساكنه فيها شكون اللي غيعترف لها وهي ما عندهاش فلوس وهي ما نجحاش وهي ما مزوجاش ديما سدي فمك تيا سكت انت الا كانت شي سخره سير قضي سير تسخر هاك ندور معاك كيبقى هذاك الشخص نكيره وهو لو توضعنا وقلنا هاد الشخص هذا اللي في هذا الموضع هذا علاش ما نخليوش يعمر ونعترفوا به كيعمر بالصفه ديال النيابه وتينوب على العائله وينوب على اسمها ونعطيه هو يدبر ونعطيه هو يتصرف وحنا نصبحوا نحليو ليه الراس ونستمعوا ليه في هذيك المواضيع اللي ديالو هو واعترفنا حنا بها شكون غيدير هذا لانه هو الضعيف ما عندوش فلوس ما عندوش النجاح الاجتماعي ولكن ولدنا وخونا واختنا نقطه ثانيه كيتقب فيها المجتمع العربي الاسلامي الورقه هو يعترف بالعنعنة الذكورية فقط كأن الرجال هما اللي تيعطيو السند والنساء ما تيعطيوش يا سبحان الله والشجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنرفعها إلى من؟ إلى سيدنا علي وتنوقفو ولا تنرفعها إلى لالة فاطمة الزهراء شتي احنا في الفكر الإسلامي عندنا السند النسائي والرجالي احنا ما عندناش سوسيتي سوا ماترياركال سوا باترياركال عندنا لي دو شتي بحال ديك الخطوطه ديال لاديان ما يمكنش تقيس خيط حيدو مشات لاديان كاين خيط غادي بجنب خيط وتيعطيك لاديان تخيط حيد واحد تقول واحد لا انت اللي فالاب هذا اللي على اليسار اللي على اليمين ماشي فالاب ما بقاش خدام لاديان تجي تعطي القيمه اللي على اليمين الخيط اللي على اليمين لا هذا اللي فالاب ما تعطيش قيمه على اليسار مشات لاديان تخيل في التركيبه كامله كتلقى زوجين اثنين خلق الزوجين الذكر والانثى فحنا كنلقاش حاليا واحد الثقافة النسائية اللي تصبح المرأة تتعنعن بإنجاز عن أمها عن جدها ماشي ضد الرجال أبدا لا أبدا راه اختلاف الليل والنهار راه مهم النهار ومهم الليل عباد الله تخيل نعطيو قيمة غا النهار ما نحملوش الليل نتسطاو ولا ما نتسطاوش تخيل نعطيو قيمة غا الليل
دونك كاين الناس اللي كيفيقوا غير بالليل، كينعسوا بالنهار كيفيقوا غير بالليل وتيعيشوا غير بالليل. وسير شوف حياتهم اللي كيديروا 5 ايام تيوليو تتفرج عليه. كاين اللي ما تينعش بالليل، كاين ما كيخدمش بالنهار كيخدم بالليل، ما تحترمش المواقيت تخربق. فحنا في المجتمع خنقنا العلعنة النسائية اون اكسبت با لا فيلياسيون الى ديمونسيون دو ريبريزونطاسيون فيمينين. فملي كتكون هذيك الفتاة، لاحظتي دابا هذا العرف اللي كندوي عليه سي لاناليز انستيتيسيونيل، هذه لقيتها موجودة عند لي غومان، لقيتها موجودة عند لي غريك، ولقيت القمة الأوج ديالها غتكون موجودة في الفكر الإسلامي. ما كاينش شي مفكر إسلامي اللي تكتب عليها وكيتكلم عليها. كيتكلموا عليها في الصيغة البرلمانية، كيتكلموا عليها في الصيغة السياسية، تيعرفوا لها في الصيغة الإدارية، تيعرفوا لها في الصيغة المؤسسات، ما كيعرفوش لها في الصيغة الفكرية. وهي راه الحضارة الإسلامية هي اللي ولدتها عباد الله. لهذا سبحان الله العظيم كنقول للعرب انا كتعرفوا سبحان الله غتهيمنوا، تيحماقوا العرب على الهيمنه، تعطيه شويه من الصيب، تعطيه شويه ديال السلطه، تعطيه شويه القوه، ناري ماشي كي يفتح لك المآل ويخلي الناس يتنفسوا وكل واحد. ها حنا كنشوفوا العراق، ها شدوا الشيعه طحنوا السنه، ها السنه تيتسلحوا تيطحنوا في الشيعه، هذا وحالنا حنا. علاش ملي تكون انت شيعي ما تعرض على كل شيء تفتح ليه الباب؟ علاش ملي يطلع انت سني تعرض على كل شيء تفتح ليه الباب؟ ها سوريا، ها سوريا شوف واش واقع، ها مصر شوف واش واقع. العالم العربي كله دائما في ليزوبوزيسيون ديفيرونسيال اللي هو لو ستاد بريمير. شنو هو ستاد بريمير؟ هو ا بي سي دي الابجديه باقي فيها وما عمره ما يخرج، لانه فوقاش غيخرج ملي نصبحوا نعترفوا في العائله، لان العائله هي الخليه ديال المجتمع. ملي نشوفوا في عائلتنا تنعطيو قيمه للصوت، الواحد الدرويش ما قرا ما تزوج ما خدم، ولكن ولدنا وخونا بارك معنا في الدار، نقولوا مسطي، نقولوا منفعل، نقولوا كذا، ولكن راه ولدنا. تخيل اللي كيدوز 24 ساعه 24 ساعه في واحد المكان فهو صاحبه، فهو وليه. المغرب النهار اللي جاو يعطيو التيترات الارض قالوا شكون اللي فلاح هذه 40 عام؟ قالوا الناس حنا، قالوا ديالكم. شي اللي فيها صاحبها اللي كيفلح فيها. واحد الفتاه كبرت واحد الدار مع امها وباها، خوتها كبروا وتزوجوا. تخيل الاخرى واخده طبيب، الاخر واخد طبيبه، واحد واخد مهندسه، يجيو للدار كتولي هي نكيره، الدراري ما يحترموهاش، يتشاوروا مع امهم وباهم تحضر هي يسكتوا. علاش؟ لانها نكيره. شنو تدير هي؟ تيقحموها في لاباغانيا فكتعنعن من نفسها، ماشي ما خداتش منهم السند. اما كان الاحراق وبغينا ما نكونوش في لاستركتور بارانوياك، كان واختي انت هي مولات الدار، عافاك حبيبه شور عليا واش ندير السبوع في الصيف ولا نديرو في الربيع، شنو مالك اختي؟ وتخيل كي غتحسيها ما عندهاش الجاه بالمال وما عندهاش الجاه بالنجاح، ولكن عطاوها الوقار، ماشي خوفا منها، حبا فيها، ام للطنج تجذب عليك، لان امتحان اون ابيل سا لا فيغيفيكاسيون بار لو بير. شنو هي لا فيغيفيكاسيون بار لو بير؟ وين كاين شي واحد يمتحن علاقته معك يدي يسب فيك يعايرك باش يشوفك واش غترد عليه وتسد عليه الباب ولا تصبر معاه. هذا تيست شويه خشين ولكن راه حتى هو تيست. اش كتنوض تدير؟ كتضرب ليه ولده، تعاير ليه بنته، تخاصم ليه مع مرته، كتنوض مرة كتقول ما بقاش نمشي انا للدار عند امك وباك وهاد المسطيط اختك كاينه تما، انا ما نمشيش ديك العقروشه، ما مزوجه ما دايره خدامه عاد تنقر ودير سحور. تكيردوها نكيره. وهو بالعكس ملي يدخل لنا الواحد في لا فيغيفيكاسيون بار لو بير نقولوا حنا في حضارتنا كان امنوا بسم الله، فهي تتعنعن باسم امي باسم با، وملي تتعنعن لي باسم البيت وباسم العائله باسم امي باسم با، انا كنحني الراس لان كنحب هذا الاسم. لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما في برنامج بكل وضوح. فاصل اعلان قصير وغادي نرجع مباشره لنستقبل مكالماتكم الهاتفيه على 0522 46 72 50 51 52 ولا 0522 43 00 00. ورجعنا لكم مستمعينا دائما في برنامج بكل وضوح. بروفيسور غادي نمشيو مباشره نستقبل المكالمات الهاتفيه اللي كنتوصلوا بها يوميا، ومعنا اول مكالمه نفتتحوا بها من مراكش، معنا ساره على الخط. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ساره اهلا كثير، لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. اهلا دكتور، لاباس عليك. لاباس، مرحبا. عافاك بغيت نستشر معك في واحد الموضوع. تفضل.
انا ديجا مزوجه ومطلقه، وهاد المرات تعرفت على واحد السيد بغى يتقدم لي للباب، ولكن الطلب ديالو انه قال لي ما تقوليش مطلقه للمالين الدار، يعني دارهم. ولكن انا ما عجبنيش الحال في الحقيقه، انا ما بغيتش نكذب، يعني التجربه الاولى دازت صعيبه، وهاد التجربه بغيتها تكون بكل صراحه. لا اله الا الله. شحال في عمرك؟ 27. مستوى دراسي؟ 4 أيام. هاد السيد شحال، كيفاش تعرفتي عليه؟ هاد يعني واش تلاقيتو ولا جا خطبك في الدار عن طريق عائلة، كيفاش؟ عن طريق العائلة. في حقيقة كان شافني في عرس، يعني في كاسيت، ومن بعد سول عليا وجعلنا للدار. قول ليه هاد الشيء كيتعرف، حتى حاجة ما كتخزن. داكشي اللي كاين أستاذ، يعني سمح لي لقطعتك. يعني قلت لي رغم أنني أنا نكذب، ولكن واحد النهار واحد النهار غير هذاك الطليق ديالك يصيفط لي غير SMS، يصيفط SMS لخوه ولا واحد من العائله يبغي يشوش عليك ويصيفط لهم SMS ولا تصور هذا العرس الاول. هذا الشيء كل حاجه مع روحيه العرس، راه الناس كيصوروا بالتليفون طبيعه الحال، الناس كيمشيو لعند المصور ياخذوا تصاور طبيعه الحال. هو يقول ليها ولدي تنكونوا حنايا كنعرسوا، ويجي لامك واحد الايميل ولا شي تصويره، واش تشوفوا عروستكم راها معرسه في عرس اخر؟ والله وتولي نسيت هذيك الساعه تبهدل فيكم. لا لا، داكشي اللي قلت لك الحلال وبين والحرام وبين. الزواج هو قال لك لا، انا اسمح لي لقطعتك دكتور، هو قال لك لا، هو ما عندوش مشكل بالنسبه انا وياك، يعني حياتنا هذيك تتعلق بيني وبينك، يعني دارنا ما عندهم حتى شي علاقه، يعني دارنا يعني ماشي شغلهم تكونين، يعني كاين مادام انهم ماشي شغلهم، يعني على الاقل اننا نقولوا لهم. لا عرفوا واش ان مادام انني انا يسمعوا من دارنا، يسمعوا من با انا ومن الوالد ديالي ومن الوالده ديالي، ولا يسمعوا من جهه اخرى. الله. ايوا انا في رايي غير شويه ديال 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 التاني، شويه ديال التاني، لانه شنو اللي واقع عند بعض العائلات، باقي عندهم الخيال غالب على استيعاب الواقع. الخيال انه واحد الام كتربي ولدها وكتمنى تعرس ليه، وتتخيل الام واحد الصوره، كتحلم في ولدها ان شاء الله وليدي عرسك وتكون عروستك كذا، وتكون هذاك الاحلام كيجي هذاك الطفل والمراهق تيحملها وكيجسدها وتيبغي يحققها، يقوم بانجازها. شويه كيلقى واحد الواقع اللي تا هو طيب، مرا مطلقه راه ماشي مرا دايره جريمه ولا راها عقد قانوني وعلاقه ما صدقاتش، كيمشي الانسان تيفسخ هذاك العقد. حنا تنفضلوا تكون السيده مصاحبه 30 صاحبه وماشي عيب، لان ما كاتباش. وهذيك الدرويشه اللي داخله سوق راسها وما دارت والو وخدمات وقرات وجا واحد متل عليها صبغوه ولا صبغ راسو، قال لي انا راجل، وفعلا صدق راجل نيت. فين؟ في الماكله والمرحاض. المجتمع حنا خصنا نغيروه، باش نغيروه بهاد المواقف، بحال هاد الفتاه اللي هضري عليها، بناس اخرين، خصنا بحال الشاب نبيل البارح، بحال العديد من المستمعين اللي كيتصلوا كل يوم، خصنا نوقفوا وقفه ديال الشجاعه في دارنا، في الحومه ديالنا، اللي لوح الزبل في الشارع. نذكروا معايا اخويا راه حومتنا هذه الله يرحمه، العماره كذلك، ناس يسيقوا ويهبطوا لك تخت على السيارات اللي لتحت، ويهبطوا التخت على التروطوار، ومولات الدار كتهز يديها في العشيه وتدعي مع ولادها، والله لا استجاب لك الله الدعاء ديالك، كنقولها لك يا الله. شتي اللي وسخ بلاد المسلمين واللي تعدى على ممتلكات المسلمين، والله لا استجاب ليه سيدي ربي شي دعوه، نقولها لكم يا الله. سير صوم وسير زكي وسير دير. القداسه ديال المجتمع كتسوق دكدش. انت تدنس لواحد دارو، تدنس ليه حوايجو، وتقول ليه يا ربي نجح لك ولدك، والله لا نجح لك ولدك. راه شحال راه تعاستنا كناخذوها من دعاوي الناس. راه والله الصالحين والصالحات غاديين في الشانطي، وهذا يتكرفس عليه وخاطرو يتعكر، وانت تاكل العصا. شحال من واحد راه واكل الدق من الصالحين والصالحات اللي هما في الشارع ما كنعرفوهمش. تحط الزبل ديالك الميكا حدا لاسونسور العماره. ناس مساكن تيعاودوا لي، قال لك استاذ كنعيشوا جهنم. المراه خارجه مستيكي هكا تشعل. هاو تفرجي غتطلقي ان شاء الله. انت يا وسخي العماره وتطلقي في دارك. انت يا توسخي العماره وتصدمي في ولادك. البارح انا حط السياره في واحد الشارع، دزت واحد المدرسه، واحد المراه بالجمال تبارك الله واللباس
والوليد قدامه واحد 9 سنين وتيدفل شي دفلات يا امي قداش امه كتشوف فيه وكتقول ليه وشنو درتي في الماط هويلي علاش درتي في الماط واش هو تيتنخم قدامك لا لا قدام الناس غيدفل لينا على رجلينا وماشي تقول ولدها وليدي تقى الله الله يهديك هكا كلينكس ولدي هاك هكا ولدي دير نظف فمك فهاد كلينكس ولدي وخليه في جيبك تندخلوا الدار ونلوحوه ونغسلوا يدينا بشحال درتي في الماط ملي سكتي على التنخيمه حاشاكم سمحوا لي تنسمي هاد الاشياء ملي تيتنخم ولدك 8 سنين غيمرمقها معاك في 20 عام وملي مرمقها معاك في 20 عام سيري خرجي ديك الساعه قلبي اللي يفكك لانه ملي دفل راه دفل على كلامك ما احترمش كلامك تخيل العالم حنايا كيعطي الدرس نهار الجمعه وحنا غنشعلوا كارو يعقل في الجامع العالم تيعطي الدرس وحنا تنكميو ما كنكميوش ما كنمضغوش المسكه راه كذلك ملي كنسمعوا كلام الوالدين ديالنا والله حيدتوا عليكم صيغه الوقار وزولتوا صيغه الاحترام الا لبقات لكم شحال صالح فاصل على نقصير مستمعينا نوصلوا باقي المكالمات اذا نرجع لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه وغادي ناخذ هند من فاس الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شخباك لاباس عليك مرحبا بك مسعوده بارك الله فيك خليك استاذ انا عندي مشكل ربما غريب تفضل لالا عندي مشكل مع امي نهار اللي حليت عينيا في الدنيا وانا ما تنحش بها كنت دائما تطوبني وتسديني كخادمه وانا عندي سنين كنت خرجت لعب مع خوتي ودخلت كتفتني بالقنبة وصفت خوتي قدامي قلت لهم حاشاكم تفلوا عليها اقسم لك بالله يا استاذ فعلا سيت العصا وقلت لهم حاشاك تفلوا عليها فعلا داروها كنت نقول لهم انا صغيرة انا ماشي اختكم دائما العصا نعرف فيه العصا والشقة وما نعرفش الحنان هي هذيك هي ما قراش خصي مثلا ما نقراش هي ما دارش العرس خصي ما انا ما نديرش العرس وباك في هذا الامر فين هو؟ مسكين الله يرحمه كان تيخاف منها كيفاش؟ كيخاف منها؟ تيخاف منها دابا مات توفى ما كانش تيقدر واستاذ كانت اي حاجه تدخلني البيت تتبقى تضربني 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 حتى تتسخف على والو على والو يا استاذ انت هي بنت وحده عندها؟ بنت وحده في وسط خمسه د الاولاد حسبنا الله ونعم الوكيل خوتي الاولاد يدخلوا من ليكول تراجع انا دابا عندي 55 عام مصطفى الحمد لله متزوجه وعندي ولد وجاب لي الله ولد الناس يا استاذ يعوضك الله هو اللي واقف لي فاقف معايا وجنبي باش انايا تنقذ هاد وكتبت على قصة حياتي ملي كنت صغيرة. تنقول لهم هاد القصة خاصها تنشو خاصها يعرفوها بأنه إذا الموءودة سئلت. العذاب البنت الأم عذبت بنتها. هكذاك أستاذ ملي تنجي من ليكول ما بين 12 وجوج تتسد على شكارة. ما خصنيش نمشي ليكول. أعوذ بالله. أقسم لك بالله يا أستاذ هي هذيك الصبر بقيت لحد الان تنقول كيفاش وصلت للباك بهاد المشاكل بقى لي سيمانة البكالوريا قطعت لي الكتبة كلهم الكتبة كلهم قطعتهم هكذاك وقف معايا الوالد الله يرحمه كان تيحن عليا مهم كنت انا تنتفادى هاد المشاكل حيت الوالد كان تيحن عليا ايوا هي هذيك خدمت ملي توظفت كانت تقول لي جلسها من العمل تنوض الصداع قال لي سهم العالم تقولها الاب ديالك اه تقولها الاب ديالي وشي مسائل ما خصنيش نقولهم في الاذاعه هي هذيك يا استاذ خدمت تنجيب المانطا تنقول لها هاكي ما تتبغيش ما نخلي لي ما ندير معاها ما تتبغيش تقول الناس ما تديرش ليا ما تصعفنيش المهم خصها تهضر فيا بزاف تهضر العكس داك الشيء اللي تندير معاها وتنحن ما نخلي ما ندير لا اله الا الله في الاخر يا استاذ تزوجت خوتي كلهم داروا العرس الا انا ماشي مشكل المهم هي هذيك ربي رزقني بولد عرفتي تدير لي معامله تاع الحمام مع عروسه ماشي بنتها لا حول ولا قوه وتتفضل عيالات خوتي عليا
تتقول لهم تجيها الغيره منكم. ولي قلتها كلمه طيبه طيبه ما تتوصلش كيف ما قلت شي كلمه تمشي تقولها للناس. قالت فيكم غدات عملت اقسم لك بالله وهاد العواش يا استاذ. قلت لك هي هذيك يا استاذ الوالد باع لي الدار. باع لي الدار بريده كل شيء في حياته. هي هذيك عطاني ديك الدار في حياتهم هي هذيك والو هذيك الدار خديتيها فابور. لا حول ولا قوة. وانا عطيتهم فلوس يا استاذ خدوا الفلوس. هي هذيك وبا مسكين كان واقف جنبي. من بعد ربي رزقنا دار اخرى راجلي شي دار اخرى. بدات تقول خوتي نوضوا شي يوم من عندها الدار خذوا ليها الدار. يا ربي السلام. باش غادي ياخذوها بثمن بخس انا ما بغيتش نبيعها. قلت لهم هذيك الدار الوالدين واخا نمشي نشوف فيها ريحه الوالدين. ما بغيتش نبيعها رغم من هادشي يا استاذ. قلبي تيحن من جهتها زعما ما كرهتها ما حتى حاجه. هي هذيك السيدي ملي ما بغيتش نبيع لهم الدار ناضو داروا البلان باغيين يبنيو ثلاثة ديور ويغطيو داري حيت بحال فيلا وداري لتحت تدخل ليها الشمس. جيت انا جا عندي الوالد قال لي راه هذا قلت له نشوف لو بلون. مشينا شفنا لو بلون لقيتهم غادي يبنيو ثلاثة ديور غادي يغطيو ليا داري. جيت انا كتبت لي الموافقه لبني ولكن بشرط ما يقربوش ليا لداري ما يغطيوهاش. معركه اخرى استاذ بقات على با بقات على با بقات على با مسكين تطاح في الفراش. ملي طاح في الفراش هي هذيك مات توفى. لا حول ولا قوة. هي هذيك استاذ لحد الان تتقول لهم هي اللي قتلت باها مسخوطه قتلت باها شفاره سحاره اللي كان تتقول لي نعاود العيالات باش يداو خبايرك. شي مسائل ما فياش يا استاذ. انا طيبه ما نشكرلكش طيبه تنخاف الله وحنينه ولكن المهم هاك ثاني. لا اله الا الله. مهك ثاني يا استاذ. شريفه غادي ندير واحد الفاصل فاصل الموسيقي وغادي نرجعوا نجاوبوا كهند من فاس وناخذوا باقي المكالمات. إذا نرجع بروفيسور الإجابة على تساؤل ديال هند من فاس. قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مع الإخوة ديالو بدايتها ونهايتها. بدايتها رؤية لنبي الله كيشوف أن كواكب والشمس والقمر كيسجدوا ليه. كيمشي لعند الاب ديالو تيوصيه تيقول ليه ما تعاودش هاد الرؤيه لتا واحد من خوتك. وكينبهو ان الشيطان للانسان راه عدو مبين تيوريه تيقول لي عندك. لقيت اللي كتكون واحد الحضاره انحطات طاحت. حيث شنية علامة حضارة في مجتمع هو حماية الضعيف. ملي تتلقى في واحد المجتمع الضعيف محمي عرف هذاك المجتمع عنده حضارة. ملي كتكون في واحد المجتمع الحقرة على الضعيف شكون هما الضعاف؟ هما هذوك الوليات الصغارات البنيات في الدار هما الأطفال هما المعاق هما المرضى هما الفقراء. شتي ملي تتلقاهم في واحد المجتمع كيمعسوهم عرف هذاك المجتمع رحم الله بحضارته. وملي كيكونوا في واحد المجتمع اللي مؤسسات علاش المغرب الحمد لله بفضل سيدنا الله ينصرو عاود حيا عروق الرحمه في المجتمع في هذا المشروع ديال الانضياج ولا ملي كنتاملوا فيه راه انجاز ديال الحضاره المغربيه تتعاود العروق ديالها تتشرب باش تعاود تحيا تعاود تعطي حيت راه الحضاره هي اللي كتعطي. الوقيته اللي كتزول الحضاره كتنحط وما كاينش مؤسسات. هنا في المجتمع العربي كل شيء من الناحيه القانونيه الجنائيه خصو الدم. ملي جمعنا ما بين الدم والتدخل امشينا فيها. خاصنا نعودوا ندخلوا ملي يبدا الضرر المعنوي النفسي ونديروا ليه كاميرات. كاميرا في الشارع اللي هو المقدم واللي هما مالين الحانوت واللي هما مالين الجيران كنسولوهم
وكاميرا في المدرسه كناخذوا الاخبار من عند من عند من عند من عند من عند ناس ديال 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 التعليم. هاد الوليد هذا كيبان لكم شنو عنده كذا وكذا، وكاميرا من عند الاشخاص المعنيين بنفسهم، نديروا لهم واحد الهاتف ولا واحد الموقع ولا شي حاجه اللي يقدروا يبلغوا. ملي يصبح المجتمع تيدخل، ملي يبدا الضرر المعنوي النفسي ماشي تيسيل الدم، تما رفعنا السقف ديال الذكاء وضربنا العنف العاطفي وضربنا العنف الثقافي وضربنا العنف اللفظي والجسدي، هرسناهم وقفنا في وجههم. ديك الساعه وتفرج شنو غادي يولي يخرج في المجتمع من ابداعات. للاسف خصنا واحد 200 عام ولا الله اعلم شي قرن اخر ولا الله اعلم. نصيحتي للهند ان الله سبحانه وتعالى تيقول لنا ولنبلونكم ونبلو اخباركم، ها هي الام ديالها كدوي فيها وخوتها وعائلتها كيدوي فيها، الاخبار مبتاليه، ها هي مبتاليه، هنيئا لها. هذيك نقولوا حنا العربيه فرحتها بالخبيزه، دات السر، السر ديال هذاك الدار داتو. نصيحتي لها طوي الصفحه، راه كاين بيت الانجاب اللي تتزاد فيه وكاين الاحتضان. خوتك الحقيقيين هما اللي كيشوفوا فيك الفضيله، كيشوفوا فيك الوجه الزين، وخوتك اللي كيشوفوا فيك ها العيب، هذوك راه ماشي خوتك، هذوك هذوك راه مشارك معاهم الحل المدنيه ومشارك معاهم، هذوك غتوقرهم وتحترمهم ودير معاهم صله الرحيم، ما تشرك معاهم مال. انا نصيحتي ليها ما تعيرش قيمه كبيره لدار الوالد ودار الوالدين، ما عندهاش قيمه. ملي النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا انا جد كل تقي، علاش استعمل لفظ انا جد؟ انا جد كل تقي، يعني قال لك تبغي نكون باك؟ اه، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم تيتبناك تيقول لك تبغي نكون باك؟ غتلقى احسن من النبي صلى الله عليه وسلم يكون باك ولا؟ اشنو قال لك؟ ما قال لك لا حافظ لي على الدويره، ما قال لك لا حافظ لي على البهيمات، ما قال حتى حد. شنو قال؟ قال لك حافظ على التقوى. لاحظتي؟ ما طالبناش بالملك الدنيوي، ما طالبناش بالإنجاز الدنيوي، طالبنا بالإنجاز الروحاني السماوي. فنصيحتي لها هذيك الدار تبيعها، اللي بغى يبني يبني، اللي بغى يحيد الشمس يحيد الشمس. باها فين هو؟ باها راه في قلبها وفي ولدها. تعرفوا شكون جده، وتعرفوا شكون حبابه، وتبقى صلة الرحيم مع عائلة باها، قاش عندها صلة الرحيم، وامها والخوت. ما تنتظر منهم لا كلمة طيبة، ما توصل كلمة طيبة، ما والو، صلة الرحيم وتقرا المعاودتين. فيما تمشي لعندهم تقرا المعاودتين وتقول يا ربي قيني شر هاد الناس، يا ربي قين هاد. هذا هو الفتاة اللي دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الفتاة الطيبة اللي كتنبت في ذاك المنبت ديال السوء. لأن شكون هما اللي كيطاكيو؟ راهما الرجال. دابا تخيل دابا أنا في عائلتي نسيق الأخبار بأن واحد الفتاة باغيني يجبروها تزوج بزيد، غنسكت؟ وتا والله تنمشي نطاحن مع هذاك من العائلة، والله يا بولا خليته كلا ولا نعس، ويجري عليا يقول لي خرج من داري، والله لا خرجت، والله لا خرجت، والله لا خرجت. علاش؟ لأن حنا مطالبين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطالبين به. شكون حنا؟ الرجال. ملي أختك تشوفها تضرب وتدفل، وندوز نحوز أختي بحال كرة ظهري، نقول لها أمي راه غنعصافيك الله، والله أمي تنعصافيك الله، توقري الدرية نوقرك، ما توقريش الدرية من نوضلك. تخيل ملي الأب تيخاف. هذوك رجال دابا اللي هذوك خوتها رجال، هذوك خوتها رجال، هذوك هذو رجال، هذو رجال اللي كيشوفوا واحد الدرويشه مسكينه تتقنب وتتعلق وتدير، هذو رجال هذو، وفي الاخر تلقاه طول حيتو موستاشو قدوك. المقصود ماشي هو تنوض تعنف هذيك المريضه حيت امها مريضه، هذا هو الجيل المعطوب اللي كندوي لكم عليه. الام حمقى كتفرس في جنابها مريضه خصها الدواء مسكينه، الله اعلم واش سكيزوفرين واش بيبولير والله اعلم بها شنو عندها، ما اللي مالاد، هذه مريضه عقليا اللي مريض مونطال، هادو دي كومبورتمون ديال دي مالاد. مجتمع ما عارفش يقوم شنو هي المرض،
ما دارش لي غوبيغ ديالها، ما دارش تدخل معها، ما دارش ليها، فكياكلوا ولادنا وبلاتنا العصا. الحمد لله سلكات، عندها 55 عام، مزوجه وعندها وليد. كنصحها ما تخليش عرق يجمعها معهم، الا بقى شي ملك تحيده، الا بقى شي حاجه تحيدها، تليفون ما تصوني عليهم ما تجاوبهم، ما كاينش صيله ما كاينش اتصال الا صله الرحيم في الاعياد وفي رمضان وفي المناسبات، وتقول لي قالت وتمنع اي واحد يوصل لها اخبار. كنصحها نقى هذا الودن. اي واحد نفسيتها، اي واحد يجي يقول لها راه امك قالت، تقول له حبس اخويا على التم، تحبسوا عند امك قالت، ما تعاود ليش. اللي يجي يعاود لها، يعاود لها خبر طيب، واللي ما قادرش على الخبر طيب تقول له اسكت، باش تخلي ديك النقه هذا الودن، لان الا سمعت في الودن القلب كيتجرح. فاصل اعلاني قصير مستمعينا، نوصلوا باقي المكالمات. نرجعوا دائما نستقبل مكالماتكم الهاتفيه في برنامج بكل وضوح. نبقاو مع اوفياء ناب فاس معنا كلثوم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله. واش راكم مبارك؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك لاله كلثوم. اهلا دكتور، ولادك حل بالنسبه ليا وربي استجب لي الدعوه. مرحبا اختي، حبك الله ورسوله لاله كلثوم. لاباس عليكم؟ لاباس لاله اختي، بارك الله فيك. الحمد لله. انا عندي واحد المشكل. ان شاء الله تفضل. عندي مشكل، انا السيد كنت كنعرفو هادي عام ونص. المهم تقدم الخطبة ديالي في المرشح المبارك اللي رمضان اللي داز العام الفايت، وندوزنا المدة الخطبة تقريبا فيها شي 8 شهور، وندوزنا المراسم كلها كاملة. من بعد من جينا نديرو اللقط، كيجبد لي الحكم ديال الطلاق بأنه كان مزوج، وعلى أساس أنه أنا خديته من زوج. من بعد كيجبد لي الحكم ديال الطلاق وكيقول لي بأنه ديجا كان مزوج ومطلق المرأة وعنده جوج دريات. هادشي كله خبى عليك؟ هادشي كان كله مخبى عليا، وانا كنعرفو بعام وسبع شهور تقريبا، وتقريبا دوزنا عام ما بين الخطبه والمراسم، لما جينا نضربوا اللقط يعني كانت بالنسبه لي صاعقه. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ما عرفتش نقدم، ما عرفتش ناخر، والديا تيقولوا لي فين وصلتي شنو درتي. كنا غادي نديروا العرس من مور رمضان مباشره، يعني ما عرفتش. انا حاليا كنعيش بواحد المخاض داخلي. شنو السبب ديال الطلاق ديالو؟ قلت ما كناش متفاهمين هو السيده اللي كان زوج بها. شحال في عمره؟ في عمره 38 عام. سولتوا عليه، سولتوا على عائلته، سولتوا منين مشيت انا للحومه، لان انا اللي تكلفت بالمسائل كلها. من وقت حيت انا غير جاوا اصحاب الحسنات اللي قالوا لي شنو كاين شنو كاين، وعاد منين مشيت عنده اكد ليا، منين مشيت عنده زعما قلت له شنو هو السبب اللي خلاك تكذب عليا؟ شنو قال؟ قال لي انا ما كاينش سبب، لان النهار اللي بغيت نتعرف عليك ما كنتش كاع درت الفكر انني غادي نتزوج بك. منين جلست معاك وهضرت معاك قلت هذه هي الانسانه اللي بغيتها نكمل معها حياتي. هضره خاويه، دي هضره ديال المهند السندريلا في المسلسلات ديال جدريا. ما قنعنيش. هضره خاويه، لان قول لي، قول لي ملي كتبغي تبيع واحد الارض ولا كتبغي تشري واحد الفيلا ما كتخبرش الناس شنو فيها؟ كتنصب عليهم؟ كتقول السيد الفيلا خويا راه فيها لوميديتي في الحمام، راه الناس راه كيجيبوا خبراء وكيعرفوا. كتبغي تبيع واحد الطونوبيل، الموتور معاود ما غيعرفوهاش الميكانيسيان، الطونوبيله مضروبه كسيده كنخبيو على الناس. كتقول السيد راه اكسيدونتي وراه معاود الصباغه. سمح لي غادي نقاطعك. تفضل بنتي تفضل. لان اللي كذب عليك مره ما يدريك انه ما غيكذبش عليك مره اخرى، هذه من جهه. والجهه اللي واحد القضيه عاوتاني انا اللي كطيح لي في بالي، كنقول انا انسان ذكر ولاده. واش غيتقي فيا الله اللي في يوم من الايام؟ لا حول. شحال في عمرك لكلتهم؟ 32 عام. كيفاش تعرفت على هذا السيد؟ تعرفت عليه في غاديه في الحومه، واجر كيجي عند واحد السيد عندنا في الحومه وانا كندخل للدار، تبعني هو. انا ما كنتش كندري بانه كيتبعني، هو كان حاط عليا، وقفني وقفني، يعني الكلمه الاولى اللي قال لي، قال لي راه انا باغي الحلال وباغي الزواج. اي باغي الحلال، ولكن عليك بالبينه، بين اخويا. قول سيدي انا راني مريض. احنا اش كنقولوا للناس؟ كنقولوا للشخص الا انت معصب قبل ما تزوج مشي تخطب، قول خطيبتك رانا اختي كنتعصب، رانا فيا السكر، راني مدوز طفوله مدقدقه، راني كنجعر، واش اختي تصبري معايا؟ خبروا بعضياتكم. البنت فيها البغجوج، كتبكي، معجنه، تجي تصورت قاد المكياج، صيفط ليها تصويره في هذاك سميتو صعصع بلاصه التخربيق ديالو، ها؟ وتجي في الاخر تمثل زعما راه بعقلها، ويا حمقى مسطيه. تا كيتزوجوا عباد الله غادي يكتشفوا اللي دي قال لي في بعضياتكم. تعلموا الصراحه، نصيحتي لك لاله كلثوم، عائلتك خبريها، هادشي ما هواش عيب، ما تبقاش محروجه قدام العائله على اساس ما نعرفش نتصرف. يا اختي
عيط لامي عيط لبا وخوتي الله يخليكم. هذا السيد هذا اللي خطبني وشتو قدامكم رياني الله سخط الاخبار دابا بانه راه مزوج وعنده ولاد. دابا الله يخليكم انا اجلو راه تما يدير الله تاويل. شنو هو الحل؟ الحل هو تربط الاتصال ماشي هي مباشره، تشوف شي صديقتها ولا اختها بالعند المراه الاولى تمشي تاخذ الاخبار شنو كاين، شنو هذا الطلاق، شنو فيه، شنو اصله. حيت واحد الشخص اللي تتعطيه مقاوله فيها مشاكل، شنو هو الدور ديال هذاك الباترون سواء رجل ولا امراه؟ هو يهدن من المشاكل تاع المقاوله وتيخلق فرص شغل للناس وتيدي يفتح الحوار مع الناس. تخيل من اللي يعطيها لك ما فيهاش المشاكل تيسهل عليك انت كاداره ولا كمسؤول تعاود تعطيه مقاوله كبر، تقول لي سير اخويا انت جربناك في الصغيره ودوز الكبيره. تخيل تصيفطوا الوحده في المشاكل كيزيدوا المشاكل يكبروا، ناس كيزيدوا يسعروا، غادي تقنوا باش جايه تعطيه مقاوله يسير هذاك. فدابا راه كذلك، علاش الانسان ما يجيش يصارح بنت الناس من الاول؟ انا اختي غلط، ما كنتش كنعرف نتصرف، غلطت مع مرتي، غلطت كذا، حتى جعلت المراه ديالي طلقني، حاولت نرجع لعندها ونصلح بيتي ما بغاتنيش، حاولت نرجع ما بغاتنيش، وانا الله اختي غالب راني غلطت واعترفت بالذنب ديالي، وبقيت واحد السنه ما مزوجتها رتبت اموري، ودابا عاف اختي داخل البيت الحلال ولا قدرتي تشدي بيدي الله يرحم والديك وتصبري معايا. واش دابا الانسان ملي تقول لي بحال هكا ومشيو الناس يسولوا؟ انا كنعرف سيده اللي ما بقاش باغا تسامح راجلها، بقاش باغا تعطيه فرصه، وكتقول لي هكا الله يسهل عليه ولكن انا ماشي معايا. فواحد السيده تقدم ليها، ملي اتصلت بهذيك الاولى اللي كانت قالت ليها اختي انايا شفت فيه الخير وشفت فيه شي حوايج ما هماش، ولكن اللي تبين لي راه تغير. قالت لها اختي علاش ما عطيتيش فرصه؟ قالت لها اختي بقيت قادره. الله يسهل لكم. الاخرى تزوجاتو. شتي راه المسلمين راه حنا ماشي اعداء بعضياتنا البعض. ماشي حيت انا ما صدقت لياش هاد المراه في الزواج غنحرر عليها العيشه ونبقى غادي نطلق لها في الاشهار راه خايبه. صافي غا ما بقاتش معايا غنمشي نقول فيها الخيب. علاش الله تيقول لنا ولا تنسوا؟ ما تنسوش الموده بينكم، لا تنسوا. ما نساوش رحنا كلنا طعيمه وهذا، يعني مرا وراجل طالقوا تتقول نصيحه للسيده كتقول لها اختي راه دوزت معاه واحد خمس سنين سبع سنين، راه شويه شخصيته صعيبه، راه كيعاير، راه ربما يتقلق ولا يمشي يندع لك يده ولا، ولكن اختي راه في جهته بلاصه اخرى، راه مستقم، ولد الناس، راه كيصلي وكيخاف الله وكذا وكذا. انا اختي ما قدرتش. انت لا قدرتي، حيت كاين النساء عاوتاني اللي تيصبروا على واحد الطرف من الشخصيه، وواحد اخر ما تيصبروش. كاين اللي كيصبر على الجافه، كاين اللي ما كيصبرش، كاين اللي كيصبر على الحقره، كاين اللي ما كيصبرش، كاين اللي ما كيتقلقش كاع على عايرها ولا خسر الهضره ما كتسمعوش كاع، كاين اللي كيبقى فيها الحال. راه حنا اطباع وانماط، كل واحد والصنف ديالو. فهنا في هذا المقام الاول البديه بديعه عوجه، وحاول يقادها بهذاك الاقناع ديال لا ما كنتش باغي. هذا خاويه، واش انت راك في التصريح السيف ديكلاراسيون في التصريح ملي كتوقف قدام الديوانه السلام عليكم اسيدي وعليكم السلام عندك شي حاجه ما ديكلاري؟ لا ما عنديش. يوم الديوان يحل لك الباليز ويقلب ويلقى 10 د الماكينات الحسانه 20 سيشوار د الشعر 3 د المسجلات. اخويا وانت قلنا لك واش عندك شي ما ديكلاري؟ قلتي لا دوزناك في السكانر قشعك. اما لا قلتي لي يا سيدي عندي ما ديكلاري شنو اسيدي؟ ها انا عمرت لك المرقه دوز ودير هذا البير وخلص. كتخلص كتاخذ ورقتك كتخرج بوجهك احمر وتخيل ديك الوعره اجي الشريف دوزوا لبلاصه المراقبه حيدوا لي حوايجو قلبوا لي صباطو حلوا الباليزه وتبهديله مش تبهديله. وعلاش الواحد ما يخدمش هكا مقاد من الاول؟ مشي نخطب السلام عليكم اش كاين اش كاين. نصيحتي ليها تصيفط شي ناس من العائله يستفسروا في امور طلاق وينتبهوا. هذيك السيده تقدر تزيد شويه، هذاك الزياده غنحيدوا 31% ولكن ما تبقى راه كاين فيه شويه الحقيقه. ناخذ مكالمة أخرى معنا روعة من ثلاث سيدي بالنور. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كي دايرة دكتور؟ سبحان الله على اسم قليل نادر روعة. مرحبا لله. كي دايرة أختي سالة؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا أختي طنسة. تنهدي لك واحد القبلة حارة حارة بزاف. لا 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 وليت حادقة. شكرا بارك الله فيك. وهما دكا الراديو ما حادقين. لا
عمرها ما تلاقينا دوكا لا في شي خاصنا غير شويه ديال زدنا حدا كينا كثر الحمد لله تبارك الله انا كيناني الله يخليكم دكتور مرحبا كنقول لك على يديك وعلى راسك احبكم الله ورسوله اختي بارك الله فيك الله يقدر بك الله يكبر بك خليك صحيحتك يا دكتور يا ربي امين الشريف يا ربي امين انا روعه عندي 24 عام مرحبا ساج فام وخيرت ودابا دكتور عندي واحد المشكل مع واحد السيد كان تقدم لي دابا هذه 3 سنين هذه وما فاش تلاقاتني مو رفضات رفضات كنتي قالت لي لا قالت لي لا صغيره هو كبير عليا ب 16 عام شحال فهم 16 عام كبير عليك قالت لي صغيره عليك وزينه عليك ما تصلحش كبر تضحك عليك كاع وزيدون دوك عليا خضرات خضرات يا دكتور شتي وشوف لاله دابا غادي نديرو كلامها بحال الهنديه دابا غتشدي هذا الكلام ديال هذه السيده وديريه قدامك هنديه قشري وخلي اللي صالح شنو غتلقاي اللي صالح تما في كلامها دابا قشري هذيك دكوريه خضرات هاي هي القشره هذه صغيره مسيني عليك هذه هي القشره وما صالحاش لك هذا راه انذار عطاته لك انت قالت لك ابنيتي راه ما صالحش لك هو عندك هذه راه جابت هذه راه جابها لك الله باش تعاونك راه هذيك شي قشري هذيك دوك هذيك خضرات قشره حنا قشرنا المضربه الاولى غنزيدو نضربو ما زينا عليك حنا ضربنا قشره حنا حلينا دابا الهنديه حيدناها دابا الميساج اللي محيل داخل ما صالحاش لك راه تقول لك ابنيتي ما صالحش لك حيت ابنيتي الله ينجينا وينجيك من اللي متحجر يا وريني اللي فات 40 عام و50 عام وباقي عنده السلاسه في الدماغ وفي الخاطر اوريه ليا وانا سمح لي لقاتك دكتور قلتها له قلتي لمن فاش عيط لي وقالها لي قال لي امي ما وافقات قلت له علاش شنو السبب علاش اللي ما توافقش قال لي ما عرفتش انا السبب اللي ما بغاش تقول لي علاش شنو هو قلت له صافي ما كاين حتى مشكل تلاقينا خوت نتفارق الخوت ما بغاتش مالك انت تقول لي حتى هو ما مندريب عفريت هادي ولا حول هادي دكي لي حر وانا عنو بدات لي من الاخر وانا عنو عندك بنتي تجاري عليا وبدا حقد عليا لا ما تدحينيش تما خليني مستور الله يهديك هادي تخير هادي انا عارف دكي لي تنوضي شمرات علي نطلي ديريكت لا مش شريفه نعم قلت ليه لما بغاتنيش هي مره انا ما بغيتهاش 10 المرات الدنيا هانيه لا ما ترديش انا مزوق في كلمه كنتيش تردي لا عافاك ودابا دكتور اسمح لي ودابا داز 3 سنين على ديك الهضره ودابا قلب عاوتاني على نمره التليفون ديالي وجا وقال لي امي راه وافقات وراه باغا تجي عندكم للدار ايوا دابا هذه حريره اخرى هذه وحريره هذه حريره اخرى هذه قال لي راه غادي دابا وافقات وانا ما نقدرش نستغنى عليك وهذا ودابا راه بغيت تجي عندكم للدار وانا دابا ما قدرت نقول حتى حاجه انا خايفه بزاف خاصك توافق وانا خسرت معاه الهضره قول لي هو ارتحيتي ليه عجبك بغيتيه انا ارتحيت ليه دكتور بزاف لحقيتش لقيت فيه داك الشيء اللي بغيت ولكن شنو لقيتي فيه شنو لقيتي فيه اللي بغيتي عندك بنيتي راه اشهر راه كاينه راه كاين اللي شهر هذا المعجون كيحك السنان وكيرد لكم سنان بيضين على اي شهر عندك لي شهر شنو لقيتي فيه اللي عجبك انا الصراحه ظريف وما كما كاينش هنايا كاع ما عايش هنايا في المغرب تيجي تيدخل من الصيف للصيف يعني عندك كيديرك من هذوك ديال تزوجي وسري بركي مع امي تنجي العام الجاي وما عرفتش باقي ما عرفتش شنو 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 بيقول واش خليني معاهم ولا غنمشي انا خدمتي ما نقدرش نخليها هنايا لا حول ولا قوة الا واخا الا روعة نعطيك رأي في الموضوع تحياتنا لك روعة وغادي نفاصل ومن بعد الفاصل نجاوبوا روعة وناخذوا باقي المكالمات